ايوه يا باشا، احنا خدامين معاليه. تحت امرك، تحت امرك. طلقه 9 مللي. اللهم اعطيك يا شطاره. لا معاك يا باشا، معاك. عايز حاجه كويسه؟ كويسه ده ايه؟ ده انا عندي حاجه تهبل. ايوه. عارف القمر؟ اهي دي تقول للقمر قوم يا معفن وانا اقعد مطرح. ايوه. لا، ما عليك، مش هتعمل اي حاجة. احنا بنقدم خدمة متكاملة، all inclusive. ماشي يا باشا، ماشي، بحفظ الله، مع السلامة. ازيك يا توح؟ ازيك يا روح توحه؟ يا روح النعناع انت يا جميل. انت النهارده مش بتاعتي يا توحه. مش فاهم يعني ايه؟ الراجل الكبير عايزك يا ستي. مين الراجل الكبير ده وشافني فين؟ الراجل الكبير ده حد من التقايل اللي في البلد. اما بقى شافك فين؟ فانا اللي وريته الفيديو. فيديو؟ فيديو النصيبة. لو انت يعني الفيديو اللي انت مصوره جوه ده مش عشان مزاجك؟ انت بتفرجه للناس؟ ايه الانانيه دي يا توحه؟ يعني احنا نتفرج وننبسط وبقى الناس تتحرق؟ لا ما يصحش. المهم يا بت، انا حاسس ان انت هتتنقلي نقله كبيره قوي يا بنت المحظوظه. من بقك لباب السماء. عارفه لو الراجل الكبير ده انبسط منك هتخش التاريخ من اوسع ابوابه. طب انا هروح اغير هدومي بقى عشان الحق ادخل التاريخ. عايز اتفرج بقى على طقم التاريخ. التاريخ بس. التاريخ والجغرافيا يعني. باي يا روح. عسل بنت الايه. اهلا اهلا. اتفضل. أنا ما كنتش متخيل إنك بالجمال ده. فعلاً أنتِ ساحرة. عينيك هما الحلوين يا باشا. أكيد يعني هما لو مش عارفين إن حضرتك برنس مش هيبعتوا لك الحاجة الحلوة. الله 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 الله، واثقة من نفسك للدرجة دي كمان؟ واثقة في نفسي علشان عارفة إن هما مش بيحدفوا في النيل غير أحلى عروسة. تسمحي لي. انت غريب قوي يا باشا. انا عمر حد ما عملني كده ولا حد عملني بالحنيه دي. من ناحيه دي بقى اطمئني، لانك هتلاقيني راجل مختلف عن اي راجل قابلتيه في حياتك. باين يا باشا، باين يعني ان انت برنس كده وسيد الناس كلها. ها، مستعدين للرحله؟ رحله ايه؟ احنا مسافرين ولا ايه؟ لا، رحله مسج العذاب بالمتعه. عذاب؟ عذاب ايه كفالة الشر؟ شوفي يا توحة، الألم لما بيكون موجود بالحاجة الحلوة بيبقى ليها طعم ومذاق تاني خالص. هو الكلام يعني كلامك غريب يا باشا. حلو وعجبني، بس يعني مش فاهمة حاجة. مش فاهمة تقصد ايه. لسه عبي بقى جسمك كده تعبان ومرهق وتتشك شكه كده ونزلي كام نقطة دم تحسي بعديها براحة تامة. دم؟ ما بلاش تخوفني منك بقى يا باشا. عارفة يا توحة أحلى حاجة فيكي إيه؟ إيه؟ إن في حاجات كتير أنت ما تعرفيهاش، وهتتعلمي على إيدي بقى حاجات عمرك ما شفتيها قبل كده. وماله يا باشا؟ أنا جاهزة أجرب واتعلم اللي عمري ما شفته. مش بقولك انها رحله. رحله تاني؟ انا والله ما فاهمه حاجه يا باشا. طب ايه رايك بقى، نطلع من هنا ولا نختصر المسافه ونعدي من هنا؟ نعدي من هنا ازاي بقى؟ نعدي من هنا يعني هنتبل نغرق. نغرق؟ طيب تعالي بقى موريك الغرق الجميل شكله ايه.
اي 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 اوه اوه. نفسي يا بنت تعرف مين اللي شرحك كده. كنت ساكته بقى مالكيش دعوه. الله، وانت هتستقوي عليا انا؟ كنت يا اختي استقوي على اللي ضربك. احكي يا بنت وقول. ما تسكتي يا وزه بقى وتنقطيني بسكاتك، انا ناقصاكي؟ بتزعقوا ليه يا حلوين؟ بتقولوا ايه من غير؟ املا ايه وزه؟ ايه ده؟ ايه اللي عامل فيكي كده يا بنت؟ هتضربك بخرطوم ولا ايه؟ لا. امال ايه؟ كرباج. يا لهوي. شوفي يا اختي البنت اللي كانت مستقويه علينا جايه متخرشمه ازاي؟ ما تحكي يا بنت كرباج ايه؟ كرباج عمل. ما سمعتيش يا اختي عن عشاء العمل؟ اهو ده بقى كمان كرباج عمل. يا بنت انت بتضحكي علينا ولا ايه؟ ما تقول يا توحه، ما تنقطيناش كده بالكلام. قولي في ايه يا حبيبتي؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ ماشي حاضر هحكي لكم. رحت قابلت يعني راجل من الرجاله العلاوي قوي الجامدين دول. قعدني قاعده ايه فخمه قوي. قعدت في الجنينه، انوار ايه واكل ايه وشرب ايه هيصه. وبعدين قعد يعني يتكلم معايا كلام كده ما فهمتوش الصراحه برضو في الاول. قال لي انا عايزك تمشي على الطوب المكسر والازاز المكسر. الابصر ان الحاجات دي لما تعمليها نفسيتك كده تتغير والوجع اللي في نفسك يروح وتبقي احسن من الاول. وبعدين بعد كده يعني دخلنا على الاوضه وبس ايدي وقال لي شكرا يا حبيبتي. بصي انا بحاول اتكلم مصري زيكم وافهم، بس المكسر والنفسيه والطوب فاهم حاجه انت؟ والنعمه فاهمه حاجه. ولا انا فهمت حاجه، ان كان انا ما فهمتش انت اللي هتفهمي يا مخبله انت. الله، طب وسبتيه يعمل فيكي كده ليه يا بت؟ هعمل ايه يعني يا وزه؟ شغلي كده، اكل عيشي كده، اقول له لا؟ يعني اللي يقول لك اي حاجه تعمليها انت هبله ولا ايه؟ اه اعملها، امال اعمل ايه يعني؟ واسكتي بقى، نقطيني بسكتك وانت عامله زي قبل النظره كده. الله، وانت هتعصبي عليا؟ الحق عليا انا خايفه عليك. ما تسكتي بقى شويه بقى، انت مركبه راديو في بقك. تصدقي ان انا بنت رمى انا بسال عليكي؟ جاتك القرف ان شاء الله تولعي. خلاص وحدوا الله بقى، لا اله الا الله. ايه ام هاشم؟ طلعي الشيطان من بناتنا ورجعوا كده زي الحلاوه بالقشطه. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، ما تزعليش، انت شكلك احلى وانت مقلمه كده، حتى تجديد للزباين يبقى شكلك بالطول كده. بس بقى يخرب بيتك، بنت فقر بقى احلى وهي مقلمه. بس يا فقر تلاقي زباين احلى. ده نصيبك يا توحه، واضح ان الراجل انبسط منك قوي لدرجه انه زود الفيزيته. الله، بس يا باشا الراجل ده يعني كان بيتكلم كلام كده غريب ما فهمتوش. غلط يا توحة غلط. أي حاجة تسمعيها كأنك ما سمعتهاش خالص، دي طبيعة شغلتنا، الأمانة فيها أهم من الكفاءة. وبعدين أنت انبسطتي، كل مهمتك تبسطيه وبس. بس أنا بقى يا باشا مش هروح للراجل ده تاني، شايف الكرابيج معلمة على جتتي إزاي؟ ده شوهني. هتروحي له ورجلك فوق رقبتك مش بمزاجك. وبعدين شوف انت واخده قد ايه في ليله واحده، فلوس ما ياخدهاش رئيس مجلس اداره في شهر. عيب يا توحه، ما تبطريش عن نعمه لا تزول، حرام حرام. مش احسن بيه كده؟ انا احبك واحطك في نني عينيا واتك عليك. مش احسن بيه عسل انت يا روح النعناع. يلا سعيده سعيده مبارك.